السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب رجعناكم في فيديو جديد. طبعا يا جماعة الخير، كثير منكم قال لي ابو ادم عملنا روتين نظافة. ان شاء الله في الحلقة هذه هنعمل شوية روتين نظافة على اساس انه انتم تتشجعوا ويصير عندكم اللي هو حماس. طبعا كلنا نظافية، ولكن انا بدي اعمل الفيديو هذا على اساس انه انتم تتشجعوا بس مش اكثر، تمام؟ فحنروح ننظف اللي هو البيوت، وحنمرق على كل البيوت، يعني كل بيت في المزرعة حنزوره، وكل بيت حنروح ننظف عليه. فايش مستنيين يعني؟ اربط حزمة الامان واسلخ لايك واشترك لايك واشترك في القناة واعمل لايك، وخلينا نروح وليس جو. طبعا يا جماعة الخير، اذا بتلاحظوا قمت بتنظيف السطح، فهنفرجيكم اكثر. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. طبعا يا جماعه الخير، نظفنا البيت من فوق من الاعلى من السطوح، وكان يوم متعب شاق. طبعا ما رضيتش اصور معاكم، فان شاء الله حندخل على البيوت كلها وحنزور البيوت وحننظفها اكثر في المزرعه ان شاء الله. فاللي بدي اياه منك انه انت تنزل تحت وتصلح لايك على اساس ان انت تشجعنا اكثر، وخلينا نستمر في هذا المحتوى. فخلنا نروح نشوف وليس جو. تمام يا جماعه الخير، كمبدئيا بيت العون والعيناء جميل وما فيش فيه اوساخ. طبعا حنروح نخلي ادم يطعميهم، روح يا ادم طعميهم، هنخليه يديهم الطعام لانه ما فيش فيه اوساخ. البيت لسه جديد وما فيش فيه اللي هو اوساخ، فهنخلي ادم يروح يحط لهم الطعام. وبمسافه ما هو يحط لهم الطعام يا جماعه الخير، حنفرجيكم ايش نسوي كمان. طبعا قبل ما يطعمي اللي هو الطعام، هنروح نشوف غاد، حنطعمي برضه الطيور هذه وننظف عليها. خلاص بس انت حط الاكل يا بابا، حط الاكل واطلع. طبعا انا عامل الباب حشر كثير لانه بديش العرس تفوت عندهم. يلا اطلع هالجيت وسكر الباب منيح. فزي ما قلت لكم يا جماعه الخير، هنروح نشوف الكتاكيت اللي غاد وننظف عليهم. فيلا ليتس جو. طبعا يا جماعه الخير، قبل ما ننظف معاهم هنخلي امير، تعال يا امير، خلي امير ينظف او يعمل عمليه تنظيف البيوت جوا. هاي بابا حبيبي، فهنجيب هذه الفحاشه او اللمامه، مش عارف شو اسمها عندكم. تعال انت، تعال ايش بدك هذا، خلص سيب الباب. طبعا حنخلي امير باين، هو باين باين امسك هذا هذا. يلا روح الجحاشه، الجحاشه اطول منه. يلا روح يابا، يابا خليه يحطها هيك وطيره. شوف شوف يابا، خليه يحطها، شوف شوف خليه يحطها هيك وطيره طيره طيره. طبعا يا جماعه الخير، بمسافه انه امير ينظف البيت حنسوي اللي هو نظافه هنا. اول حاجه انا بسويها بجيب اللي هو القلم، قلم من النجاره انا جبته، وبس بعمل هيك بحطه هون هيك، وقعد بعدين بنزل الكتاكيت، بعدين بفتح الباب هيك لحاله بنزل لحاله بنزل زي الشطرين، بنزل كلهم في القلم النجارة. خلاص سيبوا 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 سيبوا، طيب بنزلوا كلهم لحالهم ما شاء الله. طبعا هذول كتاكيت البراهمة ما شاء الله عليهم، حلوين ما شاء الله، ناعمين ما شاء الله عليهم ما شاء الله. طبعا نحطهم كتكوتة شردة. تعال تعال بابا يا حبيبي، سيبهم خلاص. ايش سويت يا امير؟ روح شاطر، عمل لي زي هيك، تمام؟ خلينا نفرج المتابعين ايش حطينا احنا في الجرام، كيف شكلهم. طبعا الحمام فوق، وهاي الكتاكيت يا جماعه، طبعا منظرهم كثير حلو. قبل ما انظف اللي هو البيت تبعهم، هان في اللي هو النجاره. طب ساعدوا بعض، طب اسمع، ما زال انت بدك تنظف، تعال هات الكيسه. طب تعال تعال هات هذه، هات هذه بالعجل، حطها غاد
تحط غاد ولم الهذا. اه طبعا الحمام متجلي على السطح، صار جديد ونظيف. طيب يابا بحطه عندك. طبعا هذا البراهمه اللي ضل في البيت خايف. طيب ماشي يا بابا، فحنجيبه بس هو خايف. طبعا حنظف النجاره هذه، حكون بتنظيف يعني، بس هشوفه كيف. بس هيك هذا هي بنحطه هان تنشف، وبعد ما تنشف انا كله هذا بلمه وبرجعه ثاني في الصندوق. يا حاج تعال تعال. تمام. وين الكتكوت يا ادم؟ وينه؟ طب خلص سيبه 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 يا بابا سيبه. انت لقفته؟ عد لقفته. طيب سيبه سيبه، يلا كش من عندك شوف. شرد. انا بنسيب التنظيف ونقعد نلحق في السوس. خلص سيبه، اتركه 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 اتركه. طيب يا جماعة الخير حروح اسوي الامور وحرجع لكم. انتي بسكوتة يا مقرمشة، ومسكناه ماله بالهنا، غلبنا واحنا بنمسك فيه. الفوكس مش ظابط عليه. هذا هو ما شاء الله عليه كتكوت، بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا هو دجاجة، بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا جماعة الخير حنبدا انه احنا ننظف عليهم، حط شوية قش بس فوق وحنقولهم على السريع، فهيا بنا وليس جو. طبعا جماعة الخير بعد ما نظفنا الشرابة حنحطها وحقوم بجلب. هات يا ادم السلة. حقوم بجلب شوية نجارة. بسم الله. نجارة. وحط هذا نجارة بالشكل هذا في الفتحة. وبعد هيك نحط اللي هو الكتاكيت في هذا. ما بديش اطول عليكم، ححطهم وارجع لكم. تمام خلاص لعبنا وانبسطنا. خلاص خلاص يلا نفحهم. طيب انا ححط اللي هو العلف لسه، لحتى الان بحط لهم علف نمره 1 بروتين 22، فحنحطهم. طبعا ادم قاعد بحطهم جوه، صراحه مش باذيهم، فيش فيها اذي. ما فيش فيها اذي عادي، ممكن هو كمان تمرين للكتكوت كمان. فحنحطهم ونحط لهم الطعام وحنخلص اللي معاكم ونشوف ايش بدنا نسوي. طبعا يا جماعه الخير بعد ما حطيناهم حنحط شويه نجاره برضه للرومي. طبعا حنسكر هذول عشان ما يقعوش، خلوهم شي يقعوا. حنحط للسمان بعد زر حكيت رومي، حنحط لهم الفريش هيك. طبعا عندهم ميتهم، حنجيب لهم بس الطعام. حنجيب بس الكتكوت اللي وقع. فحنجيب بس طعام للسمان ونكمل معاكم الفيديو. يا جماعة الخير حنحط لهم الطعام، وانا بطعميهم خلطة. حط فوكس فوكس. هاي فوكس شافوها. يلا حط الفوكس عليها ثاني. طبعا هما جعانين بدهم ياكلوا. بسم الله ما شاء الله، فحفرجيكم اياهم اكثر. طبعا بعد ما نظفنا عليهم حطينا لهم الطعام، المكان نظيف وجاف الى حد ما. وطبعا هاي الكتاكيت ما شاء الله، المايه نظيفه والمكان نظيف. وخلصنا، حنبدا نروح على بيت الحمام ونشوف ايش سوى ادم وامير. طبعا هذه طارت ورجعوها ثاني ما شاء الله. طبعا نخش على امير نشوف ايش سوى. ايش سويت يا بابا؟ والله انك كفو يا بابا. يلا هات 5 فايف، هات 5 فايف. جدع جدع امير. طبعا نظف لنا البيت وخلاه يبرق ما شاء الله، صار يبرق يعني ما شاء الله. تمام حننتقل على بيت ثاني. طبعا بمسافه واحنا بننظف اجوا علينا زوار في المزرعه حابين ان هم يشوفوا الطيور. طبعا بسم الله ما شاء الله. الاخ معانا طبعا يزن وصلاح اخوه، قول لهم تحيه، قول لهم تحيه، قول لهم تحيه. طبعا اجوا يشوفوا اللي هو المزرعه تبعتي. فخلنا نروح نشوف ايش نسوي كمان. طبعا يا جماعه الخير المكان هان نظيف، فبس حنحط لهم اللي هو الطعام، وحننزل الانثى اللي راكضه على البيض خليها تاكل. طبعا هذه هي حننزلها من فوق، بسم الله. طبعا خليها تاكل تشرب، وحنروح نشوف بيت ثاني. طبعا هذا هو البيض اللي راكضه عليه ما شاء الله. طبعا نروح نشوف بيت ثاني، طبعا نظيف بيت ثاني. وطبعا يا جماعه الخير هان البيت نظيف الى حد ما، فبدنا نحط لهم بس الطعام والشراب
ونكتفي لانه البيت نظيف ما فيش اي اوساخ ولا ما في يعني فيش حاجه. فحنحط لهم الطعام بالشكل هذا وحنروح على بيت ثاني وتنظيف ثاني. وطبعا يا جماعه الخير هان البيت نظيف زي ما انتم شايفين، ما فيش ولا اوساخ ولا في لوايس. فحنحط له اللي هو الطعام زي ما انتم شايفين. طبعا هذا هو تجميع البيض ما شاء الله. فحنديهم له الطعام ونروح نشوف قدوة وفدوة والفرعوني ونسكر معاكم الفيديو. تمام جماعة الخير، بس حبيت ان انا اقول لكم بالنسبة لهذول الناس اللي راقدة على البيض، فانا يوميا بطلعهم من البيوت والرقد، بخليهم يطلعوا يتمشوا ويعملوا حمام اهم حاجة، وياكلوا ويشربوا ويرجع تاني للرقد. طبعا انا طلعتهم فمش حطلعهم معاكم، خلينا نروح نشوف ايش بدنا نسوي. تمام جماعة الخير، زي ما بتلاحظوا هذه هي قدوة وفدوة وفلفل ما شاء الله عليهم. بكبروا يوم عن يوم وبحلوه. طبعا المكان نظيف وما فيش اوساخ زي ما شايفين، يعني زي ما بتلاحظوا لانه في شبكه يعني والاوساخ بتنزل تحت، فما فيش تنظيف عليهم. طبعا هذا المكان برضه نظيف. طبعا هذا الخشب انا حطيته عشان كنت بدي اجيب اللي هو اي طير ان احشره هيك واجيبه عندي، لانه المسافه بعيده ومش حقدر اطول، وطبعا هان المسافه برضه يعني قريبه. فحنحط له اللي هو الطعام في الاكاله وحيبدا انه هو ياكل، هو عشان لسه اول يوم له. طبعا نقلته امبارح معاكم في البث، مش عارف البث اظن قبل يومين شغلته لانه الفيديو هذا ينزل بعد يومين. تمام، حنبدا نحن نحط هذا طعام وحيبدوا ياكلوا. وطبعا هذول حنسيبهم لانه خجلانين او خايفين او لسه البيت لسه جديد عليهم، فمش عارف مش معروف اللي هو حاجه فيهم. تمام جماعه الخير، بعد ما نظفنا على البيوت وحطينا الطعام قمنا بعمل روتين نظافه. طبعا كان معنا صلاح منورنا في الحلقه، فحنفرجيكم ايش سوينا كمان. طبعا يا جماعه الخير تم اللي هو تنظيف البيوت. طبعا حنفرجيكم ايش سوينا كمان، هلقيت بس بننظف الحوش او الساحه. طبعا حطينا هان اكل وطعام للطيور العون والعيناء وظبطنا الامور، وقمنا بتنظيف المكان عند في بيت الحمام عند شحبور. شحبور زي ما شايفين البيت صار يوج وج. قمنا بتنظيف البيوت الرومي وحطينا له الطعام كمان، ونزلنا الانثى تاكل مع الذكر على اساس انه يعني تتغذى وهي فترة الرقد. قمنا بزيارة البط وحطنا له الطعام وظبطنا عليه الأمور، وكذلك الأمر عند الدجاج الأمريكي والديك شوقي حطنا له الطعام وعملنا له هيك فعاليات خفيفة لإله. طبعا أمير لم اللي هو اللمة اللي قلت لكم عنها من الزائد من الكتاكيت، وحيحطها في الجردل لأنه بدنا نعيد استخدامها زي ما تكلمنا لكم قبل هيك. قمنا بالتنظيف المكان عند بسم الله ما شاء الله السمان، هذه تهجين القنفذ مع السمان لما بتعمل حاجات غريبه، بتعمل لي حاجات غريبه هيك. طلع 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 عامله زي القنفذ. حطها يا بابا حطها. طبعا قمنا بتنظيف البيوت عند الكتاكيت ما شاء الله، وحطينا لهم الاكل بس خلص سبحان الله بدهم ياكلوا كمان، يعني الحصل عندهم مليانه ما شاء الله. فالمكان نظيف عندهم واكلهم اكلوه 100%. حنبدا نحن نجيب اللي وقعوا نسكر عليهم. طبعا خليهم هذول هان وحنشوف ايش سوينا كمان. طبعا حنشوف كمان يا جماعه الخير ايش سوينا عند الدجاج اللي في الصناديق. طبعا بدا يتفاعل بسم الله ما شاء الله. طبعا الفرعون لسه خائفين ومرتبكين. حبايبي بيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى لو عجبك الفيديو تصلح لايك، لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب تفعيل تنبيه الجرس الفاقه وحزين لصلك في الجديد. حبايبي بتمرش عليكم يوم الغيب سامع اكثر من الصلاه على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعه.